الحاله هذه هم يعبروا بطريقه او باخرى، سواء كان باللعب او كان بالاصوات او كان باي طريقه يعبر بها. فنقدر احنا المشكله ان الاطفال ما عندهمش المساحات اللي هم يلعبوا فيها، سواء كان في الشارع او كان في مدرسه، تحرم المساحات، الاطفال ينحرموا، يعني كثير من المدارس ما تجدش فيها ساحات تحت الاطفال، يعني نفس المدارس ما يجي فيها عشب ولا تراب، اكثر المساحات المدارس في البناء موجود فيها الماده الاسمنتيه اللي هي تعطي في رد فعل عكسي على الجسم. نعم. يعني احنا الطفل يعني محاط بكثير من القيود وكثير من العقد الكبار، فاذا هو الطفل ليس له ملجا الا انه هو بيعترض بطريقه خاصه، بالتصرف بصوت العالي، ممكن فتره الظهيره عند الاهل يعني في وقت الراحه بيعترض بانه هو ممكن بيشاكس يعني بيحاول انه هو يثير انتباه الاشخاص الاخرين في الشارع، زي ما قال سيدتك انه هو بيخط على السياره او بيدير اي شيء مشاكس، بيشيل انتباه ان يكون موجود وان ليه حقوق. نعم. هل هناك قوانين تجرم الإساءة للأطفال والعنف على الأطفال ولو من قبل الأبوين؟ والله الصراحة هي في قوانين، ولكن القانون الليبي الصريح هو جدا واضح، بالأخص في قضية خطف الأطفال يصل القانون في ليبيا إلى الإعدام صراحة. ولكن هنا قاعدين نقول إن القوانين هذه لابد من تفعيلها بقوة يعني بصراحة، وما نستهانوش بالقوانين هذه. هل أفهم من هذا أن هذه القوانين غير مفعلة وغير نافذة؟ هي موجودة القوانين، ولكن من هو اللي يجي يشكي في والديه أو يشكي في المعلم؟ نعم، غير ممكن. الأطفال يعني قد يعني نادر جدا ما تصير إلا بعد ما تصير الكارثة اللي صارت للطفل اللي توفى نتيجة الضرب من أبوه. يعني المشكلة ثقافة الأسرة وثقافة المجتمع قاعدة تستهين بحقوق الطفل، وكأنه هو عبارة عن أثاث ينقل من مكان إلى آخر، أو قطعة آثار نحافظوا عليها، أنت ما نبوا حين نخرجوها للبيئة الخارجية، وأنت ما نبوا حين نخفوها على الأنظار نخفوها. هذه هي سوء ثقافة المجتمع بحقوق الطفل الليبي. نعم. أنتم في مؤسسة 21 مارس لمناهضة العنف ضد الطفل، كيف تتابعون المؤشرات الخطيرة للعنف الممارس على الطفل في بلادنا؟ والله بصراحة حتى أستاذ ساسي بارك الله فيه ديما من الناس من أعضاء الشرفيين في المؤسسة، وبارك الله فيه يعني يعمل جاهدا معنا في برامجنا وفي تدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين. احنا بصراحة نرصد في حالات العنف بصراحة يا أستاذ فتول، يجوا يعني حالات عنف نرصدها وأشياء يعني بصراحة يعني لم نتوقعها، يعني انا نفسي ما توقعتش في حياتي اني ممكن نرصد بها الحالات هذه. نرصد حالات العنف ونحاول بقدر لو تذكري لنا نموذجا واقعيا لحاله من هذه الحالات التي اشرت اليها. والله احنا بالرسم قلنا في معرض طرابلس الدولي، الهيئه العامه للمعارض اعطتنا جناح خاص بالمؤسسه بحيث خلينا الاطفال يعبروا بالرسم، فاكتشفنا الاشياء يعني كانت غايبه علينا، يعني لازم نساعدوا في اعطاء النصيحه للاهل، ولازم نطلع في الاعلام بكثره، ولازم احنا نقدموا المطويات بكثره، لان الطفل وصل فيه الحاله، طفله وصلت بها الحاله ان هي حاولت ان هي شنق نفسها، لا حول ولا قوه الا بالله، حاولت توصل الاعدام او تعدم نفسها بايديها. علاش؟ لان كان في ضغط من الاسره في التربيه، وكان ضغط من المدرسه، فالطفله في ثاني ابتدائي يعني فكرت ان هي تحب، لما سالناها تقول كان بنمشي للجنه، يعني شيء كارثي لما في ثاني ابتدائي او طفله ثاني ابتدائي. نعم.